بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استكمال موضوعنا فيما يخص دراسات في الليزر والإلكترونيات الضوئية، ما زلنا عند نقطتنا أو عند ما وصلنا إليه في الأوبتيكال كافيتيز أو في عندي الفراغات الضوئية، الأنظمة البصرية. عندي الآن هذا السؤال سأتناول فيه العدسة جرين أو ما يعرف graded index. طب من شاء منكم أن يعرف ماذا نقصد بالgraded index lens؟ طبعا هي من الأنظمة الموجودة graded index fiber، من الأنظمة الموجودة في الفايبر أو في الألياف البصرية. يقال هنا في الألياف البصرية يكون الفهرس المدرج عبارة عن ليف بصري يحتوي مركزه على مؤشر انكسار يتناقص مع زيادة المسافة الشعاعية عن المحور البصري للألياف، نظرا لأن أجزاء القلب القريبة من محور الألياف تحتوي على معامل انكسار أعلى من الأجزاء القريبة من الكسوة. غالبا يكون شكله يعني قد تكون هذه الصورة، يعني أحسنها يعني تنتشر الموجة فيه بهذا الشكل. لاحظ بهذه الصورة لأنه عندي القالب، عندي يختلف معامل انكسار القالب عن المادة التي في الأطراف. هذه هي فكرة عمل graded index fiber أو معرف بالجرين لينس أو جرين لينسز. طيب نحن بناء عليه سنفرض بأن يعني سنفرض هنا، دعني من بداية أعملها بهذه الصورة حتى نقول عن النظام الذي تعمل فيه بهذا الشكل. هذا هو النظام الذي ستعمل فيه العدسة، ها هو. يكون طبعا بما أنه بهذا الشكل، هنا عندي مسافة من هنا لهنا F، عندي العدسة المنطقة الغامقة السوداء، ثم عندي مسافة أخرى. هذا هو النظام البصري. قال لي كما قال فيها الأعلى، قال بأن طوله عبارة d distance باي a على 2. طبعا ال a دعنا نقول بأنه يكون بهذه الصورة، يعني هو يعني لو أردنا أن نمثله هو عبارة عن هذه الصورة، هذه الصورة، عبارة عن هذه الصورة، هذه الصورة، وفي المنتصف عندي، فعندي نصف القطر الأكبر يكون عندي هو مساوي للـ R للـ A عفوا، ونصف القطر الأصغر هو مساوي للـ R. هذه هي فكرته، هذا هو التمثيل له، وهذا هو النظام البصري الذي سيعمل فيه. يكون بهذه الصورة مسافة، مسافة هي مثلة هنا، ثم عندي العدسة اللون الغامق، ثم عندي مسافة. إذا هذا هو النظام البصري الذي سيعمل فيه. لكنه تذكر وقال لي بأن الـ R لأنها تختلف، معامل الانكسار بالنسبة للمسافة يختلف، ويساوي 1 ناقص R تربيع على 2 A تربيع بهذه الصورة. قال لي أن نطاقه عبارة عن D والتي تساوي باي A على 2. وقال لي أيضا السؤال بأن الـ A أكبر بكثير من R، يعني الـ A قد تكون بالمايكرو والـ R تكون بالنانو، وهي مسافة يعني أكبر بكثير أو نطاق أكبر بكثير من أي عملية محددة. طيب طلب لي بداية، دعونا نقول في هذا النظام، قال لي جد المصفوفة A B C D، قال لي جد المصفوفة A B C D. طيب هنا أنا عندي بهذه الصورة، إذن أنا عندي الآن فروق في، عندي الآن أنا فروق في عوامل الانكسار.
دعونا نتذكر في تسجيل سابق قلت عندما يكون دايلكتريك انترفيس نسمي دايلكتريك انترفيس أو حد غير منتظم، لأنه عندي اختلاف في عوامل انكسار، هنا إن واحد هنا إن اثنين، تكون هذه المصفوفة واحد صفر صفر إن واحد على إن اثنين. نقول هنا أنه بداية أنا عندي بداية عندي أنا بهذه الصورة هي بهذه الصورة، ثم انحرف بهذا الشكل. هنا عندي هذا الكلام عبارة عن إن واحد، هذا عندي إن اثنين. إذا نقول بأن الصفر يساوي عن نسبة إن واحد على إن اثنين. أيضا عندي إن واحد إن اثنين الشعاع بهذه الصورة ثم الحرف بهذه الصورة، يعني تصبح عندي العملية بها العكس. إذا المصفوفة التي تناسب هذا الكلام، طبعا هنا المصفوفة ستكون عندي واحد صفر صفر إن صفر حتى نتجنب التركيب. هنا المصفوفة ستكون عندي واحد صفر واحد على إن الصفر صفر بهذه الصورة، لأنه عندي ذهاب وإياب في النظام البصري. إذا هذه عندي الصورة. الآن نعود أيضا نقول ماذا أقول هنا؟ من منكم يتذكر عن ماذا؟ تحدثنا عن المعامل الانكسار المختلف. هو تكون عندي كوساين ساين سالب جي ساين جي زد كوساين جي زد. هنا يكون عندي بنفس القيمة، هنا عندي بنفس القيمة، لكن هنا دعونا نقول أنا عندي سيكون أن النظام سنفرض أن نقول بأن جي زي معامل المركبة هي عبارة عن دي على إيه؟ هي عبارة عن دي على إيه؟ على هذه الصورة حتى تسهل علينا العملية. نقول إذا النظام الأول واحد صفر إن الصفر واحد إن الصفر الصفر مضروبة بداية نقول من كوساين دي على إيه؟ كوساين الدي على إيه؟ طبعا الدي هو النطاق بالكامل، الإيه هو نصف القطر الصغير حتى يعطيني الزاوية، يعني هو معناها بهذه الصورة دي، وهنا الإيه تعطيني الزاوية كوساين الدي على الإيه المجاور على الود، يعني كوساين دي على إيه. أنا مطيل بهذه الجمل، يعني أعتقد أن الطالب لابد أن يكون مرايا لهذه الأشياء. كوساين دي على إيه. الآن أنا عندي هنا في الطرف الآخر عندي إيه ساين دي على إيه، إيه ساين دي على إيه. الآن عندي عندي الآن السالب، عندي A ساين D على A. الآن عندي السالب A ساين D على A، وهنا عندي يتكرر نفسه كوساين D على A. لاحظ كوساين كوساين يتكرر، ساين مع السالب سالب، لكن الفرق أن أخذنا الـ A إلى الخارج، هنا كانت هي Z. الآن نعمل عملية الضرب. الآن واحد ضرب كوساين دي على إيه زائد صفر، كوساين
دي على ايه؟ 1 ضرب ايه ساين دي على ايه زائد 0 اذا سيعطيني ايه ساين دي على ايه؟ 0 ضرب كوساين 0 ضرب ان يصبح عندي سالب ايه على ان الصفر ساين دي على ايه؟ 0 صفر ضرب ايه تذهب ان الصفر يصبح عندي الان ايضا ان الصفر كوساين دي على ايه هذه هي المصفوفة الأولى. الآن نقول عندما تنتقل الآن تعود في أو تمر في الطرف الآخر أعتذر الآن يعني حسبناها من هنا إلى هنا الآن نحسبها من هنا إلى هنا نأخذ المصفوفة هذه التي حللناها كوساين دي على ايه سالب ايه على ان الصفر ساين دي على ايه ايه ساين دي على ايه ان الصفر كوساين دي على ايه الآن نضع المصفوفة قلنا أنها الآن تكون 1 0 1 على أن الصفر في صفر حاول الجواب أن يطلع معنا الآن كوساين دي على إيه ضرب 1 زائد صفر إذا يصبح عندي كوساين دي على إيه كوساين صفر زائد هنا عندي إيه على ان الصفر ساين دي على ايه دي على ايه عفوا سالب ايه الان اضرب الواحد سالب ايه على ان الصفر ساين دي على ايه ومن ثم صفر زائد ان صفر ضرب واحد على ان الصفر تذهب اذا كوساين دي على ايه سأحاول أقلب هذه الصورة أتذكر بأن السؤال أعطى لي وقال لي بأن الدي تساوي باي إيه على 2 طيب نقول أنه يعني أنا عندي الفكرة هنا دي على إيه يعني باي إيه على 2 إيه تذهب إيه مع إيه بهذه الصورة بما أنه طلب من دي يساوي باي إيه على 2 إذا باي على 2 90 إذا كوساين 90 الآن نقول كم يساوي كوساين 90 صفر ساين دي على إيه 1 ساين 90 1 إذا إيه على إن الصفر هنا ساين 90 أيضا 1 ضرب سالب إيه على إن الصفر إذا نقول سالب إيه على ان الصفر هنا كوساين دي على ايه ايضا صفر وهذه المصفوفة هذه المصفوفة التي تحدثنا عنها طيب لو طلب الي السؤال هذا عندي طلب الي السؤال قال لي اعتبر هذا لهذه المصفوفة اعتبر عفوا هذا الطرف من الف البصري فراغا قال لي اعتبره فراغ او تجويف عفوا تجويف ضوئي يعني تجويف ضوئي جاهز لإنتاج الليزر قال لي جد قطر السبوت الذي سيخرج عنها ما قيمة السبوت الذي سيخرج عنها بهذه الصورة كم سيكون طلب إلي بداية بما أنه طلب إلي قال لي بما أنه تجويف إذن هو سيرتد بما أنه يعني سيرتد أو سيعود
إلى مكانه الأصلي، فأنا الآن وجب علي أن أضاعف، فأقول تصبح عندي الآن هي كانت كوساين، سأعيد كتابتها دي على إيه. وقد أتمنى على الطلاب أن ينتبه، هنا أنا سالب الصفر على إيه، وضحت هنا، أنا أعدت الآن أعدتها كما كانت، بأنها ستكون ستعود، إذا هذا في الذهاب، إذا في الإياب ماذا ستصبح؟ سنضاعف، سيصبح عندي الآن كوساين 2 دي على إيه الأولى، عندي هنا بما أنها عادت فيخرج عن عندي الآن التجويف، يعني عندي معامل الانكسار لا داعي لأن نتعامل معه، فيصبح عندي إيه ساين دي على إيه لأنها داخل التجويف لن يمر، الآن يصبح عندي سالب 1 على إيه ساين دي إيه، وهنا عندي كوساين 2 دي إيه، يعني هنا نضاعف قيمة الزاوية ونهمل قيمة معامل الانكسار في هذه الصورة. طيب هو ماذا طلب إلي السؤال؟ هو فعليا قال لي أن أجد قيمة الـ spot size اللي هي باي عملية تربيع على اللاندا، درسنا سابقا أنها تساوي بي على 1 ناقص اي زائد دي على 2 كل تربيع لكل أس نص. طيب هو يعني مطلوب مني أن أجد هذا الكلام، أصعدها لأعلى قليلا، A B سي دي، إذا ال B هي A ساين دي على A، الكل على صدع بشكل جذر، واحد ناقص A زائد D أتني على 4، تاعها تكون على 4، إيه مرة أخرى هنا عفوا استمرت على 2، أنا نسيت أن أضع الـ2، إذا الآن كوساين 2 دي على إيه زائد كوساين 2 دي على إيه، 2 كوساين دي على إيه، يعني هنا كان أنا أقول أن إيه زائد دي كوساين 2 دي على ايه زائد كوساين 2 دي على ايه يساوي 2 كوساين، عفوا 2 كوساين 2 دي على ايه على هذه الصورة، تربيع اذا يصبح عندي 4 كوساين 2 دي على ايه الكل تربيع، الكل كان على 2 تربيع على 4، اذا بهذه الصورة هو كان 2 تربيع على 4، 4 مع 4 تذهب، عندي 1 في الخارج فيكون عندي 1، إذا هي عبارة عن 1 ناقص كوساين 2 دي على ايه تربيع، طبعا ساين دي على ايه يساوي 1 ناقص ساين 2 دي على ايه يساوي 1 ناقص كوساين 2 دي على ايه، طبعا نعرف بأن ساين ثيتا تربيع زائد كوساين ثيتا تربيع يساوي 1، معناته ساين ثيتا 1 ناقص كوساين ثيتا تربيع تحت الجذر، إذا بما أنه 2 دي على إيه 2 دي على إيه، فإذا هي أنا عندي نفس الكلام، إذا يذهب هذا الطرف مع هذا الطرف ويكون عندي باي أوميجا تربيع على لاندا تساوي الإيه، وهذا شيء
متوقع تكون نصف القطر الأصغر، نصف قطر. أنا عندي هذا اللي في البصري، عندي هنا هو الذي يخرج الضوء، إذا سيكون عندي إيه؟ أرجو بالنهاية يكون الفيديو قد أفادكم. لا تبخل علي بعمل الشير واللايك، اشتراك في القناة، كتابة التعليقات، طرح الأسئلة. مرة أخرى شكرا لكم، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.